المجتمع المدني ارتياحهم لقرار السلطة الوصية في تفعيل إجراء سلطة الحضور الجزئية وإعادة رؤساء البلديات الخمسة بولاية سطيف إلى مناصبهم بعد إبطال إجراء إنهاء المهام الذي اعتمدته السلطات فيما سبق بسبب الانسدادات داخل المجالس البلدية، على غرار بلدية عين ولمان، قصر الأبطال، عين الكبيرة، حمام السخنة، في انتظار ترتيب بلدية عين الحجر بعد انقضاء أمر المتابعة القضائية. التغطية لفارس شاي. كلفنا السيد رئيس الدائرة يتكلف يعني فيما يخص صلاحيات المجلس، وهي خاصة التداول، ويعني باش نعطوا كذلك يعني نعطوا التسريع في العجلة التنمية كذلك. من خمس بلديات يعني تم يعني اتخاذ إجراء سلطة الحلول الجزئي، وذلك بعودة رئيس المجلس الشعبي لممارسة صلاحيته، أربعة من خمسة فيه أربعة ما عدا بلدية عين الحجر التي لم نتمكن حاليا بسبب هناك فيه مانع قانوني. والحمد لله نفرحنا لهم، بلدية كبيرة وعندها وزن في ولاية سطيف، وتلقى الإداري يقود فيها، تأسفنا لها والحمد لله على هذا القرار ليرجعوا أغلب البلديات. اعتبروها قرار رشيد، قرار حكيم بإنهاء حالة الانسداد. وما يخفلكش أيضا يعني باللي الأمر هذا لابد منه، قرار استحسنا على أساس أنه قرار مهم، يعني تكون عندها انعكاسات على المصلحة العامة للمواطنين. رئيس المجلس الشعبي البلدي كي ولا المهام تاعو ولا كيما نقولوا تنحى الانسداد.